للحديث عن التطورات الأخيرة وما جرى مؤخرا والعديد من المواقف وردود الأفعال، معنا مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين دكتور ثامر العلواني، ومعنا كذلك الكاتب والباحث الدكتور جاسم الشمري السياسي المعروف من إسطنبول. البداية معك دكتور جاسم، يعني نبدأ من هذا التغير النوعي بقواعد الاشتباك بين الميليشيات والأحزاب في العراق، بعدما كانت منحصرة باستهداف المصالح الأمريكية تتحول فجأة إلى استهداف شريكهم رئيس الوزراء بمسيرة، ما دلالات ما جرى دكتور جاسم؟ تفضل. شكرا لكم جميعا، تحياتي لكم. أنا أعتقد أن ما جرى كان متوقعا. الأيام الماضية كانت حبلة وكانت حقيقة الأحداث تتوالى والأمور كانت تغلي، وكان هذا الأمر متوقعا، لكن يبدو أن التوقيت كان فيه نوع من العجالة. يعني ربما كان متوقعا بعد إعلان نتائج هذا الأمر، لكن يبدو أنهم استبقوا الأحداث ووجهوا ضربة لرئيس الحكومة. وعليه أنا أعتقد أنه الخلافات على منصب أو على مجمل الحالة العامة في العراق، على المصالح، على المكاسب، هو الذي دفع هؤلاء إلى عدم الاعتراف بهزيمتهم في الانتخابات الأخيرة. وعليه هم ربما أرادوا الضغط على الحكومة، حكومة الكاظمي، من أجل الضغط على مفوضية الانتخابات لتغيير بعض النتائج لهذا الطرف الخاسر أو ذاك. نعم، يبقى معي دكتور جاسم. إليك الآن دكتور ثامر، يعني أنتم في هيئة علماء المسلمين كيف تقرؤون تجدد احتشاد الميليشيات أمام المنطقة الخضراء بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف الكاظمي؟ هذا التصعيد هل سيحل الأزمة بين الأطراف المتصارعة أم هو بداية انفجار كبير بحسب ما تتوقعون؟ حقيقة هناك صراع حقيقي على منصب رئاسة الوزراء، وتقاسم المناصب والجهات والمناصب السيادية بين الجهات المتصارعة، بين جهة ميليشيا المنضوية تحت ميليشيا الفتح أو الحشد الشعبي، وأيضا بين ميليشيات مقتدى الصدر تحت التيار الصدري، وهي الآن تساند حكومة الكاظمي تمرير ما تريده من المناصب التي استحقتها واكتسبتها من خلال الانتخابات الشعب العراقي بشكل كبير جدا. فنحن أمام كامل لما يسمى العملية السياسية، انسداد الأفق السياسي. نعم. الانتخابات التي تسمى بين قوسين ديمقراطية، الذين يشاركون بها والذين دعموها الآن لا يؤمنون بها. نعم. ولا يعرفون بها، وهذا يعني لغة الحوار وما تسمى لغة الكلام انتهت، أصبح الآن لغة الطائرات المسيرة والصواريخ هي التي تتكلم بين ذراعي. نعم. إيران في الميليشيات. نعم. جميع الآن هي التي تسيطر على المشهد السياسي، وانتقلت من ما كانت تسمى سياسية ديمقراطية إلى أن تعلن بوجهها الحقيقي ووجه إرهابي ميليشياوي. سأعود إليك قليل دكتور. سأعود إليك دكتور ثامر، ابقى معي على أي حال. إليك دكتور جاسم مجددا، يعني لماذا لم تسهم الانتخابات التي كانت تعول عليها الحكومة، لماذا لم تسهم بتهدئة الأوضاع في العراق رغم الرفض والمقاطعة الشعبية لها؟ إلى أي مدى وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود باعتقادك؟ يعني حينما نتحدث عن الربكة العامة في البلاد، لا شك أن الربكة الواضحة في البلاد منذ عام 2004 على الأقل وحتى اليوم هي التي قادت إلى هذه اللحظة. ربما نقول نحن أمام لحظة الانهيار الحقيقي لمجمل ما تسمى العملية السياسية في العراق. نعم. العملية السياسية في العراق اليوم أمام منعطف خطير جدا، ذلك لأن الذين يحاولون أن ينقلبوا عليها هم جزء منها منذ عام 2004 وحتى اليوم،
وعليه على من ينقلبون؟ هل ينقلبون على أنفسهم؟ الدولة تبنى كما معلوم تبنى بأن توجد هنالك سيادة للدولة، سيادة داخلية وسيادة خارجية. السيادة الداخلية في العراق مفقودة، بدليل أنه رئيس الحكومة الذي تعرض لمحاولة اغتيال تكلم اليوم بعد العملية أنه يدعو إلى الحوار الهادئ، وهذا كلام غير منطقي. هذا كلام يفترض برئيس الحكومة في مثل هذه الأوقات، ينتظر منه أن تكون القبضة الحديدية هي الحكم في مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا علاقة لها بالحوار الهادئ. هو يقول أنا أعرف الذين استهدفوني والذين اغتالوا فلان وفلان من ضباط المخابرات العراقية وسوف نعتقلهم، ماذا ينتظرون؟ وبالتالي هذه الحالة من الضبابية في تطبيق القانون وهذه الفوضى في إدارة الدولة هي التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة. مرحلة السقوط الخطير المرتقب، والذي ربما كان مرتقبا منذ عدة أشهر، لكن يبدو هم عجلوا بهذا الأمر عبر هذه الضربة إلى منزل رئيس الحكومة. نعم، الآن ينضم إلينا دكتور ثامر العلواني ولكن عبر الهاتف هذه المرة. دكتور ثامر، يعني جو بايدن أكد أن فريق الأمن الخاص به سيعمل على تحديد هوية منفذي الهجوم ضد الكاظمي. السؤال هنا، هل سنشهد ردا أمريكيا وبالتالي قد يقع تصعيد على مستوى أعلى بين أمريكا وإيران؟ هل هذا وارد الحدوث؟ بداية، أولا الهجوم بالطيارات المسيرة كان واضح من وراءه، لأن الطيارات المسيرة وهذا السلاح لا تملكه إلا الميليشيات والقوات الحكومية. هذا يعني أن الرسائل أصبحت من أطراف العملية السياسية هو عن طريق المسيرات، وهذا يدل على أن الميليشيات وراء هذا الاستهداف، خصوصا أن الاستهداف جاء بعد أقل من 24 ساعة على تهديد الخزعلي والعامري وأبو علي العسكري، وهذا يجعل الصراع هو على السلطة ولا يعني يستوجب كثير بحث بين إرسال بايدن إلى معرفة من الجهة التي استهدفت منزل الكاظمي. إذن الأمريكان سوف يستفيدون من هذا الأمر بحجة بقائهم في العراق على أن هناك خطر على العملية السياسية، وأن هذا يستوجب دخول الأمريكان واستمرارهم في بقائهم في العراق. فإذا الأمريكان باقون، وهذه حجة، لأن اتفاقية 2008 اتفاقية الإذعان التي عقدها نوري المالكي مع القوات الأمريكية ومع الولايات المتحدة الأمريكية تنص على أنه في حال استهداف العملية الديمقراطية في العراق والحكومة في العراق فإن القوات الأمريكية ستتدخل، وهذا هو ما يشير إليه بايدن من خلال تصريحاته اليوم. هذا الكم الكبير دكتور جاسم من الإدانات من المجتمع الدولي ضد الهجمات، باعتقادك هل يمكن لهذه الإدانات أن تمنع التصعيد لاحقا؟ القضية اليوم هي قضية عراقية داخلية، مع الرغم من التدخل الإيراني والتدخل الأمريكي. ربما يمكن أن نقول أن الجناح الذي يمثله الكاظمي يعني هم يشيرون له على أنه هو الجناح الأمريكي، على اعتبار أنهم يتهمون الكاظمي بالمشاركة أو بالتخادم والتنسيق مع القوات الدولية في ضرب قاسم سليماني في العملية المعروفة. الجانب الآخر هي القوى الولائية المعروفة باعترافهم أنهم يأتمرون بأوامر ولي الفقيه الإيراني. إذن القضية اليوم هي قضية تناحر في داخل العراق، تناحر عراقي يعني عراقي أمريكي. السؤال، هل هؤلاء يعني ألا يفترض بهم إن كانوا كما يدعون أنهم يعملون من أجل العراق، ألا يفترض بهم أن يقدموا المصلحة العراقية ويعملوا على تهدئة أمور؟ لكن مع الأسف غالبية هؤلاء ينفذون أجندات خارجية لا مصلحة للعراق فيها، وبالتالي ربما هم بأوامر خارجية يحاولون اللعب على ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية من جهة، وعلى ملف المفاوضات السعودية الإيرانية من جهة أخرى، وعلى حساب العراق. وعليه نحن نتألم جدا حينما نرى العراق يكون ساعة
ساحة لتصفية حسابات إقليمية وضحت هذه ودولية الفكرة على حساب الشعب العراقي. دكتور جاسم سأعود إليك على أي حال، ريثما أنتقل بسؤالي الآن إلى الدكتور ثامر مجددا. يعني ما جرى دكتور ثامر من هجمات للميليشيات في المقدادية واليوم ضد الكاظمي في منزله باستهداف منزله بطائرة مسيرة كانت ضمن ثلاث طائرات، ويقال إن حاميته أو حمايته أسقطت طائرتين، يعني ألا تعد هذه محاولة لخلط الأوراق هذه؟ هل ستنقذ محاولة خلط الأوراق هذه؟ هل يمكن لها أن تنقذ الميليشيات من الزاوية الحرجة التي وقعت بها؟ تفضل دكتور ثامر. قطعا هذه أحد يعني أحد أهداف هذه العملية التي استهدفت منزل الكاظمي ليلة أمس، ولكن حقيقة العملية هذه تشير إلى عدة أمور. أولها أن الكاظمي وحكومة الكاظمي ضعيفة جدا وأوهن من بيت العنكبوت، لأنها رأيناها سابقا، لأن الجميع حتى على مستوى دول أدانت العملية التي استهدفت منزل الكاظمي وجعلتها عملية إرهابية، والكاظمي نفسه جعلها عملية إرهابية. ولكن ما الذي صرح به الكاظمي؟ دعا إلى التهدئة، وهذا شيء غريب، بينما نراه في مواقع أخرى وفي أمور أخرى رأيناه يدعو إلى إعدام، يدعون حتى الحكومة الأحزاب تدعو إلى إعدام معتقلين. رأينا في المقدادية كيف ذهبت الجيوش وكيف استخدم المالكي الكاظمي جيوشه ليكون غطاء للميليشيات المقدادية، واليوم يستخدم الكاظمي الدعوة إلى التهدئة بينما العالم يدين هذا العمل بالطائرات المسيرة. إذن هناك تواطؤ ها هنا وهنا أيضا يدعو إلى التهدئة. إذن نحن أمام ضعف كامل من حكومة الكاظمي وشخصية الكاظمي التي تدعو إلى التهدئة في مجال كان المفروض به أن يقوم بحزم لمواجهة هذه العملية التي تتفاقم بمرور الأيام. ابقى معي دكتور ثامر، سأعود إليك بسؤال أخير الآن إليك مجددا. دكتور جاسم، يعني بعد فقدان الكتل الخاسرة في الانتخابات كثيرا من الدعم المالي الذي كانت تتلقاه من إيران، هل هذا التصعيد جاء لإحساسها بالخطر مثلا من إمكانية خسارتها لمصادر تمويلها، وبالتالي ربما نشهد مواجهة شاملة في البلاد؟ الموضوع لا أعتقد له علاقة بالجانب المادي، يعني الموضوع له علاقة بمخطط استراتيجي كبير يراد منه تحويل العراق إلى ساحة مشابهة للحالة الإيرانية. يراد منه على سبيل المثال تحويل حشد الشعبي إلى تجربة الحرس الثوري الإيراني. هذه هي النقطة الأهم والأكبر، ولا يوجد ما يدلل على إيقاف الدعم الإيراني للقوى المساندة لها في العراق. هذا كلام يعني لم نسمع به، وبالتالي إيران على الرغم مما يسمى الحصار الأمريكي وربما بعض الدول الأوروبية عليها، نرى إيران متواجدة بقوة في اليمن، متواجدة بقوة في سوريا، في العراق، في لبنان، وبالتالي أعتقد أن القضية تتعلق بالخطط الاستراتيجية الإيرانية. وعليه أتصور أن هذه القوة إن لم تحصل على ما تريد فإنها ربما ستحرق العراق، وحينها سيكون في كل الأحوال الخاسر هو العراق، وأنا أتحدث هنا عن العراق كدولة وليس كحكومة، سيكون خاسر أكبر هو العراق والمواطن العراقي المغلوب على أمره منذ عام 2003، بل ربما منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن. الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك. في سؤالي الأخير إليك دكتور ثامر، يعني هل الصراع سيتوقف عند حدود العراق بعد تبادل الرسائل بين أطرافه بواسطة المسيرات والصواريخ؟ وما خطورة استمرار هذا الدعم الدولي للعملية السياسية في العراق التي أغرقت كما بات واضحا البلاد في فوضى عارمة؟ قطعا أن الأمر لن ينتهي إلى هذا الصراع فقط في حدود العراق، وإن المنطقة كلها في خطر، لأننا لا نتكلم عن حكومة وطنية، حكومة منتخبة حقيقة من الشعب العراقي، وإنما هي عصابات وأذرع إيران في العراق هي من تسيطر على العراق، ميليشيات مسلحة لا تخضع لا لقانون دولي ولا لقانون ولا لأعراف ولا لأخلاق.
ولا لأخلاق إنسانية. نحن نتكلم عن ميليشيات مسلحة ثبت بالدليل القاطع بالمشاهد بالأدلة انتهاكها لمنظمات للحقوق الإنسان في العراق، ثبت تهجيرها لمئات الآلاف من العراقيين تستحوذ على مدن بأكملها بدوافع طائفية وبتوجيه إيراني. نحن نعلم أن المشروع الإيراني لن يتوقف في العراق، وقد وصل إلى اليمن، قد وصل إلى سوريا، قد وصل إلى لبنان. فإذا المشروع الإيراني عن طريق الميليشيات والعملية السياسية التي هي غطاء لهذه الميليشيات، لأننا نتكلم عن جناح الجميع الآن في الحكومة في العراق سواء على المستوى البرلمان أو الحكومة، هم يخدمون المصالح الإيرانية وينفذون مشروع إيران في المنطقة، وإيران لن تتوقف عند حدود العراق، وبالتالي سيكون الخطر على الدول الإقليمية ودول الجوار وعلى الدول العربية وعلى حتى على دول العالم، لأننا نتكلم عن ميليشيات سوف تدعم أي عمل إرهابي في حتى في دول العالم، لأنها لا تخضع لأي قانون دولي أو قانون محلي. الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.